أركز نقاشي الآن على العلاقة مع الصين، وأنت عرجت سريعا على تايوان، لأستعرض هذا الخبر ثم أعود لك دكتور حسني لأسألك. إذا بعد هذا الخبر الآن نتحدث عن هذه المقابلة وفي أعقاب مقابلة ترامب مع بلومبرغ. إذا رفضت الخارجية التايوانية التعليق على تصريحات ترامب لبلومبرغ بزنس ويك، والتي أكد فيها أنه على تايوان أن تدفع تكاليف الحماية الأمريكية لها. تصريحات ترامب أثرت في سوق تايبي المالي وأدت لانخفاض أسهم TSMC في وقت تشتكي فيه تايوان من النشاط العسكري الصيني المتكرر على الجزيرة، والتي ترفض مطالبات الصين بالسيادة عليها. أعود لك دكتور حسني، ما الذي نفهمه عندما يطلب ترامب من تايبي أن تدفع ثمن الحماية؟ ألا يوتر هذه العلاقة التايوانية الأمريكية؟ ألا يصب في نهاية المطاف في مصلحة صينية هذا الموقف؟ يعني يمكن قراءته على أساس أنه في النهاية التفاتة إيجابية للصين التي صحيح. كانت تطالب بفك الارتباط ما بين الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة في عهد بايدن، التي ذهبت بعيدا في علاقتها مع تايوان. في نفس الوقت هناك تناقض، لأن فانس نائب المرشح نائب الرئيس كان دائما يقول بأن آسيا أولا، آسيا فيرست، بأنه لا بد من تغيير الاهتمام من أوروبا إلى الدول الآسيوية. لكن في نفس الوقت الابتعاد عن سياسة بايدن الحالية وهي محاولة احتواء الصين، من الصعب فهمها مع سياسة أخرى اقتصادية تهدف إلى احتواء الصين وتحجيم الصين على المستوى الاقتصادي، اعتبارا أن الاقتصاد هو القوة الضاربة للصين. طيب هنا أذهب لأسألك سيد تاري، أنت ذكرت في بداية نقاشنا عندما سألتك عن السياسات الاقتصادية لترامب، قلت بأنه يجب التركيز في مرحلة لاحقة على تعزيز قطاع التصنيع، على تعزيز قطاع المهتم بأشباه الموصلات أو السيمي كوندكتورز. كذلك نعلم أنه تايوان أحد أهم يعني البلدان التي تقوم بتصنيع أشباه الموصلات، تصدير أشباه الموصلات كذلك، والعلاقة الأمريكية التايوانية أحد أهم أسسها هو هذا الموضوع. الآن عندما يوتر ترامب العلاقة مع تايوان ويطلب منها أن تدفع تكاليف الحماية الأمريكية، هل يعرض ذلك يعني التصنيع، الإمدادات، سلاسل الإمداد فيما يتعلق بأشباه الموصلات في مرحلة لاحقة للخطر طبعا؟ لا أعتقد أن هذا هو الواقع في الحقيقة. دعيني أشير أولا إلى أن هناك عدة افتراضات سلبية فيما يتعلق بهذا السوق على وجه الخصوص، وهي افتراضات سياسية وتتخطاها. أحد هذه الافتراضات أنه عندما يتم انتخاب رئيس، هو أو هي في هذه الحالة يكون لديه مطلق الحرية في صياغة السياسات. هذا ليس أمرا واقعيا أبدا، خاصة في السياسة الخارجية، حيث نرى وفي الكثير من الأمور الأخرى أيضا الرئيس عليه أن يستشير الكونغرس، والكونغرس هو الذي يعتمد القوانين التي يتم تطبيقها. وفي هذه الحالة هناك إجماع بين الحزبين وسياسة قوية ضد الصين بشكل عام، وهناك علاقات قوية أيضا في ما يتعلق بسياستنا مع تايوان. لا أعتقد أن الكونغرس سيغير هذا الأمر كثيرا فيما يتعلق بين الآن وحلول وعام 2025. فلدينا كونغرس منقسم سياسيا بين الحزبين، ونرى أن الغالبية موجودة للجمهوريين، وبالكاد يكون هناك غالبية للديمقراطيين في مجلس الشيوخ. إذن هذه الأغلبية يمكن أن تنعكس لاحقا هذا العام، لكن هناك أغلبية جمهورية في الكونغرس وأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ للديمقراطيين. على ترامب أن يتعامل مع كونغرس منقسم وبه الكثير من التغييرات المطلوبة لتنفيذه أولا، أشك حقيقة أن هذا المناخ سيوفر لرئيس ترامب القدرة على أن يقوم بشكل منفرد بفرض أي من السياسات التي يتحدث عنها. لذا هذا من شأنه أن يكون حاجزا أمام الرئيس ترامب فيما يتعلق بتغيير الموقف بهذا الشكل. ثانيا وكإجراء عملي، لا أعتقد أنه لديه دعم كبير في مسألة وضع تايوان في موقف يكون هناك هيمنة صينية عليها، وهذا أمر ليس مطروحا في الحقيقة. لو نظرنا إلى الموقف بصورة أكثر شمولا، وأنا لا أناصر ترامب هنا، لكن دعونا ننظر للموقف بشكل شامل. الكثير من الأصوات تقول أنه
والكثير من الأمور لا ترتبط فقط بما يسمى باهتمامه بأن يجعل تايوان تدفع ثمن الحماية الأمريكية، بل العناصر والمواقف الجيوسياسية التي تحمي فيها الولايات المتحدة الأمريكية تايوان صعبة للغاية. هنا أذهب بسؤال سريع لسيد، وصلت الفكرة سيد تاري، فقط لضيق الوقت سيد إيفان، إلى أي حد هذا الملف، ملف العلاقة مع تايوان، سيشكل ملف انتخابي ما بين الديمقراطيين والجمهوريين عندما نقترب من الانتخابات الأمريكية؟ يعني هل يهم الناخب الأمريكي مستقبل تايوان؟ هل يهمها إذا يعني عادت لسيادة الصين أو بقيت منفصلة؟ كيف ينظر إليها الداخل الأمريكي؟ وباختصار لو تكرمت. لا أعتقد أن الناخب الأمريكي يهتم كثيرا بالسياسة الخارجية، هذا أمر غير واضح بالنسبة لهم، لكن ترامب مهما كانت أفكاره سيئة فهي أفضل من أفكار بايدن، على الأقل كرر بايدن 3 مرات أننا سندافع عن تايوان، وهذا لا يرتبط أو لا يتسق مع القانون الأمريكي المرتبط بالعلاقة مع تايوان. لابد أن نقوم بزيادة المساعدات لتايوان وأن نجعلهم يدافعون عن أنفسهم مثل ما يفعل الأوكرانيون. إذن لسنا بحاجة إلى المزيد من الضمانات الأمنية لنقدمها لهم، خاصة الآن ضمانات على الورق، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تسبق الكثير من الدول في الإنفاق الدفاعي. يمكن للرئيس الأمريكي أن يقوم بإعداد اتفاق بأي شكل يرغب فيه، لكن العامة فيما يتعلق بسؤالك إن الجمهور في أمريكا لا يهتم كثيرا بالسياسة الخارجية ولا يهتم كثيرا خلال موسم الانتخابات، سيقرر عادة بناء على قضايا محلية وداخلية. نشرت صحف بريطانية عدة من بينها صحيفة الجارديان مقطع فيديو يعرض خطابا ألقاه إذن مرشح ترامب لنائب الرئيس عندما قال في مؤتمر الحزب الجمهوري وأدلى بملاحظات وصفت أو وصفتها الصحافة البريطانية بالسلبية حول المملكة المتحدة. أيضا قال بأن انتخاب حكومة عمالية مؤخرا جعل بريطانيا أول دولة إسلامية حقيقية تحصل على سلاح نووي، كما أيضا تناولت الصحافة الأمريكية تصريحات نائب الرئيس الأمريكي المرشح طبعا فيما يتعلق بالدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وقال بأنه مكلف وبلا داعي. أنطلق من هذه التصريحات لأعود إلى ضيوفي الكرام، وأبقى في سياق ما شرحنا في النقاش، بداية النقاش والحديث عن التعريفات الجمركية على الصين، ولكن ترامب لم يتحدث فقط على الصين ولكن تحدث كذلك على الاتحاد الأوروبي، وهنا ما أسألك عنه سيد تاري. ترامب دافع عن الرسوم الجمركية الأمريكية وقال ينوي زيادة هذه الرسوم ليس فقط على الصين وإنما على الاتحاد الأوروبي، وأن بنسبة أقل ربما نتحدث عن 10%. يعني كيف تنظر إلى هذا التوجه في التعامل مع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي على الجانب الاقتصادي؟ ما هي تبعاته؟ ويعني كيف يأخذ العلاقة مع بروكسل في مرحلة لاحقة؟ بداية أعتقد وأكرر حقيقة ما قلته من قبل، هذا ينبغي أن ينظر إليه كنوع من أوراق الضغط في المفاوضات وليس واقعا ملموسا. ثانيا، لقد عليه أن يستشير الكونغرس في العديد من هذه النقاط، لأن هناك قوانين ترتبط بالضرائب يرغب في فرضها، لابد أن يعتمده الكونغرس أولا، والكونغرس هو الذي سيمارس الضغوط في هذه الحالة على ترامب إذا نجح في الانتخابات الرئاسية ليخفف من الرسوم التي تفرض في هذه الحالة. وبالطبع لكي لا نصل إلى موقف نرى فيه أن سياسات الرسوم الجمركية تمثل عنصرا ضاغطا على الاقتصاد، لابد من النظر في هذه الأمور قبل اعتماد القوانين الخاصة بالضرائب، وهناك أيضا نظر أكثر شمولا في هذا السياق. ثانيا، أعتقد أن هذا يرتبط بالفهم المتعلق بعلاقة ترامب مع الاتحاد الأوروبي في الجانب الاقتصادي، هي علاقة تجارية ترتبط بالمعاملات التجارية. تحدثنا عن وول ستريت وأثناء الفترة الأولى لترامب عندما قال أنه سيقوم بإنهاء اتفاقية نافتا، وفي نهاية المطاف قام بإعادة تعزيز العلاقات في هذا السياق. إذن ترامب سينظر في أمر مشابه مع الاتحاد الأوروبي. ثالثا، الكثير مما يشير إليه ترامب في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي يرتبط حقيقة بالعلاقة مع حلف الناتو، وبغض النظر عما يرغب ترامب في فعله أو قد لا يرغب في فعله مع حلف الناتو، فهناك نظرة هناك معينة ترتبط بترامب وإصراره على أن أوروبا لابد أن تدفع نصيبها فيما يتعلق بالنفقات الدفاعية.
وهذا في الحقيقة بدأ يحدث بالفعل أولا. ثانيا، ترامب ليس لديه القدرة على أن يخرج الولايات المتحدة الأمريكية بشكل منفصل من حلف الناتو، بسبب أن هناك معاهدة ترتبط بهذا الأمر عام 1949، وهناك قانون تم اعتماده عام 2023 يمنع الرئيس من القيام بذلك. إذن مجددا هذا موقف نرى فيه أن رئاسة ترامب سترتبط بالسياسة الأمريكية العامة بدلا من خطابه المتشدد.